الحكم صفر خطأ. سفيان مرابط بطاقة حمراء. سفيان مرابط كان عندك بطاقة صفراء وبطاقة صفراء ثانية تأتي في هذه اللحظات، معنا ورقة حمراء المنتخب المغربي. سيكمل المواجهة بعشرة عناصر بعد طرد سفيان مرابط. شوف الإعادة، شوف الإعادة، تقدموا، صعدوا، ضغطوا، تركوا الدفاع. سفيان مرابط في التأمين، الحكم يقول، الحكم يقول في خطأ. هذه الإعادة، هذه الإعادة، هذه الإعادة، يعني يعني ممكن تعلن خطأ، لكن صفرة ثانية قاسية. ممكن تعلن خطأ لكن صفرة ثانية في اعتقادي قاسية جدا في حق اللاعب سفيان مرابط. هذه ممكن، ممكن نعديها خطأ، ممكن نعديها ضربة حرة، لكن البطاقة الصفراء شوية قاسية بالنسبة لمرابط. عموما حكم يعني خرج سفيان مرابط بالبطاقة الحمراء وضربة حرة لمنتخب جنوب افريقيا. مرابط في هذه الليله سيد بلا الفار، سيد بلا الفار، سيد بلا الفار، سيد بلا الفار. انا قلت بانها قاسيه، انا قلت بانها قاسيه، انا قلت بانها قاسيه جدا. الحكم سيتاكد، الحكم لحسن الحظ انه عنده الفار، والا الا كانت في مشاكل. هذه الاعاده، هذه الاعاده، اللقطه الماضيه لا اعتقد انه حتى فيها خطا. الكتف للكتف، تدخل في حدود ما هو مسموح به، وبالتالي انا قلت بان الورقه الحمراء قاسيه جدا في حق لاعب سفيان. سيعدل القرار، سيعدل القرار، اتصور سيعدل القرار وسيلغي البطاقه الصفراء الثانيه. A few moments later. بطاقة صفراء ثانية وسيعيد سفيان مرابط إلى أرضية الميدان. نعم سيلغيها، 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 سيلغيها. ماذا حصل؟ Oh my God! Wow!